ليتفضل بالحضور. الآن يتفضل سيادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بإلقاء بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، السادة وكلاء المجلس الموقر، السيد الأمين العام، السادة الأعضاء، السيدات والسادة، تحية تقدير واحترام. بداية أتوجه بالتهنئة إلى سيادتكم وإلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى قواتنا المسلحة الباسلة وإلى جموع المصريين بمناسبة الاحتفال بمرور 51 عاماً على حرب 6 أكتوبر المجيدة، رمز الكرامة والرفعة والشرف. كما أتوجه إلى حضراتكم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، داعياً الله عز وجل أن يوفقكم في استكمال دوركم الرقابي والتشريعي وفي مواصلة ما بدأتموه من صياغات تشريعية تدعم المواطن وتحافظ على حقوقه وتحافظ على استقرار وتقدم مصرنا الحبيبة. وقفت أمامكم مجلسكم الموقر اليوم بعد أن تشرفت بتكليفي من السيد الرئيس نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان، حيث أستعرض معكم برنامج الحكومة في هذين الملفين الهامين. واليوم أقف من جديد لأقدم لشعب مصر العظيم من خلال نوابه كشف حسابنا المائة يوم الأولى بعد التكليف الرئاسي، بالإضافة إلى المستهدف والمحقق في قطاع الصحة والسكان. اسمحوا لي أن أبدأ البيان بالعرض التالي. محتوى البيان هو مرتكزات برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، والهدف الاستراتيجي الأول كما تقدمت به الحكومة ممثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء لمجلسكم الموقر في فترة قبل طرح الثقة على الحكومة، وهو نظام صحي يشمل الجميع. المستهدف والمحقق من خلال وزارة الصحة والسكان لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول، وهو نظام صحي يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والخطط والسياسات اللازمة والمستقبلية للوزارة، مع الاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الصحية ومشاريع القوانين المعروضة أمام حضراتكم لدعم النظام الصحي، أو أيضاً أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي عبر مشواره الطويل. فيما يخص مرتكزات العمل الرئيسية في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى حضراتكم، من حماية الأمن القومي وسياسات مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته وبناء الاقتصاد التنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، نركز اليوم على المرتكز الثاني وهو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته. من خلال 7 محاور وأهداف استراتيجية نحو نظام صحي يشمل الجميع وتعليم أفضل وتوفير عمل لائق وتنمية عمرانية متكاملة وضمان حياة كريمة لجميع المصريين والاستثمار في الشباب كشركاء اليوم وقادة الغد، وأيضا التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص للمرأة في جميع المجالات. اعتمدنا في هذه الاستراتيجية على رؤية مصر 2030 والحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية. أبدأ بالهدف الاستراتيجي الأول، وهو 3 برامج رئيسية و5 برامج فرعية. البرنامج الرئيسي الأول إتاحة خدمات صحية متميزة وتحول رقمي والاستثمار في بناء قدرات البشرية، والبرامج الفرعية كما سيتم سردها في العرض القادم. كان هناك مستهدف فيما يخص البرنامج الفرعي الأول، وهو تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتقدمت الحكومة بمستهدف في سنة 26-27 أن تصل خدمات التأمين الصحي لجموع المصريين
لمعدلات 85%، وأيضا على أن يكون هناك تطوير ورفع كفاءة ومنشأ جديد ل 530 منشأة صحية لعام 26-27، وذلك قد تحقق جزء كبير منه بالفعل في هذه المرحلة من خلال إضافة عدد من المواطنين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حتى وصلنا إلى تغطية للتأمين بمعدل 78%. وأيضا تم إسناد عدد كبير من المحافظات أو مستشفيات بداخل المحافظات في كافة المجالات التخصصية المختلفة. هذا ما كان تم التقدم به من خلال خطة الحكومة. التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي حاليا هي 64%. المستهدف أن نصل في عام 26-27 إلى 85%. بالفعل تم إضافة عدد حوالي 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة، وجاري العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة 8 إلى 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالية، وهذا يصل بالمعدل كما هو كان مستهدف منه إلى 78%. الهيئة العامة للتأمين الصحي يوجد بها 23 فرع، 36 مستشفى بها مستشفيات متخصصة في علاج الأورام والأطفال، بالإضافة إلى تعاقدات قد تصل إلى 1673 جهة خارجية متعاقد معها، بالإضافة إلى العيادات الشاملة والعيادات المدرسية. كما ذكرت الوضع الحالي والمستهدف في نسب التغطية على مستوى الجمهورية بإضافة 8.5 مليون مواطن من عمال التشييد والبناء ومنتفعي تكافل وكرامة بتكلفة تقدر ب 10 مليار جنيه سنوياً، تم التصديق حتى ينضموا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونصل إلى كثير من المستهدف في فترة زمنية أقل مما كانت مخطط لها. فيما يخص أيضاً التطوير الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال إضافة أو تطوير المستشفيات في نطاق القاهرة والغربية ودمياط وسوهاج وأسيوط، سواء بإضافة مستشفيات جديدة أو تطوير ما هو قائم أو إضافة خدمات علاجية مستحدثة في كافة المحافظات سواء تشخيصية أو علاجية. اشتركت أيضاً قرارات الهيئة التأمين الصحي الشامل في هيئة التأمين الصحي في الهيئة العامة للتأمين الصحي في تغطيتها من قوائم الانتظار من خلال 211 ألف عملية جراحية وتغطية في كثير من التخصصات الطبية المختلفة، وإضافة أيضاً لتسهيل على المواطنين خدمات العيادات المسائية وتبني التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية في كافة عيادات ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي. إذا انتقلنا إلى جزء آخر وهو هام جداً وهو التأمين الصحي الشامل، وهو الجزء الذي سوف يعني يقوم بعمل كافة التغطية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية في حدود عام 2030-2032. كما تعلموا حضراتكم هناك مرحلة أولى قد تم الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بالإعداد لها ودخولها إلى الخدمة سواء بشكل نهائي أو شكل تجريبي في محافظة أسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر وبورسعيد، وقد تم تسجيل ما يقرب من 5.4 مليون مواطن خلال هذه المرحلة، وتقديم خدمات أكثر من 49 مليون خدمة طبية وتشخيصية في هذه المحافظات، وإجراء ما يقرب من 620 ألف عملية جراحية خلال فترة تفعيل المنظومة في الست محافظات. أيضاً تم تسجيل 247 منشأة مسجلة طبقاً للمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتماداً دولياً، وتم أيضاً ضم مستشفى للجهات الدولية المعنية باعتراف بالمستشفيات صديقة البيئة أو المستشفيات الخضراء، وذلك بتكلفة إجمالية قربت من 51 مليار جنيه. في هذا التوقيت أيضاً تم تفعيل التحول الرقمي والتميز الطبي في كافة الإجراءات والخدمات للمرحلة الأولى،
أما في المرحلة الثانية، ونقف قليلاً عند هذه المرحلة التي بدأنا العمل فيها من خلال تشكيل لجان من وزارة الصحة وهيئة الرعاية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حتى نمضي في برنامج الحكومة والدولة في التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات طبقا للبرنامج الزمني والخطة الزمنية. التقرير الطبية والتقارير الميدانية أفادت وطبقا للدراسات الدولية والدراسات الإكتوارية بمحافظة دمياط ومطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء والمنيا كمراحل مرحلة ثانية لمرحلة التأمين الصحي الشامل، مستهدف 12.8 مليون مواطن بتكلفة تقدر ب 120 مليار جنيه، وهو قوام المرحلة الثانية. حتى نستطيع أن يكون هناك دراسات ميدانية دقيقة على الخمس محافظات المستهدفة في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، كان هناك دراسات على عدد السكان ومعدل الأسرة للمحافظات طبقاً للمعدلات العالمية لكل 1000 نسمة، وأيضاً عدد السكان في الخلاف المحافظات المختلفة، كما يبدو طبعاً أن محافظة المنيا من أكثر محافظات عدداً في السكان 6.3 مليون نسمة. إجمالي عدد السكان في الخمس المحافظات المستهدفة 12.8 مليون نسمة. هذا في عام 24، ولكن احنا عندما نخطط لمرحلة التأمين الصحي الشامل نخطط لعام 27 بل لعام 30 وما أبعد من ذلك، سواء من خلال معدلات الأسرة أو معدلات الزيادة السكانية المتوقعة في هذه المحافظات. أمام حضراتكم برنامج خاص بالمستشفيات في كل محافظة والوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية في كل محافظة طبقا للدراسات الميدانية. ما ترونه باللون الأخضر هو مستشفيات حصلت على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وبدأ التشغيل بها. باللون الأصفر هي مستشفيات سواء تقدمت للاعتماد أو في طريقة للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهو شرط لدخول المنظومة الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل. باللون الأحمر هو المستشفيات التي تحتاج إلى تطوير شامل، أما باللون الأزرق فهي مستشفيات لابد أن تضاف إلى منظومة التأمين الصحي حتى تعد المحافظة إلى هذه المنظومة. يبدو أمام حضراتكم نحن في احتياج إلى 65 مستشفى حتى تستطيع هذه المحافظات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل. بالفعل هناك إمكانيات لحوالي 35 أو 36 مستشفى جاهزة بالفعل، وهناك 11 مستشفى تحتاج إلى تطوير جزئي وشامل، وهناك 19 مستشفى من المستشفيات التي تحتاج إلى إنشاءات جديدة حتى نستطيع تباعاً في خلال 3 سنوات القادمة أن تدخل الخمس محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضاف إلى 5.4 مليون مواطن 12.8 مليون مواطن، وهذا عدد ليس بقليل في على مستوى تعداد سكان مصر. يمكن أن نضيف في هذه المنظومة في الخمس محافظات 10517 سرير حتى نحافظ على معدلات الأسرة التي ليست هي بالأسرة الكبيرة مقارنة بالمعدلات العالمية. إذا التقلنا إلى محافظة محافظة مثل محافظة دمياط 8 مستشفيات بإضافة 1387 سرير، إجمالي عدد الأسرة في محافظات كفر الشيخ 3015 أو 30015 و 4875 في محافظة المنيا بإجمالي عدد 10517. كما تروا سيادتكم أن أيضاً وحدات الرعاية الأساسية هي عنصر هام في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي كان لابد من تقييم ما هو قائم من وحدات الرعاية الأساسية وما يمكن أن يضاف أو يطور في المرحلة القادمة حتى نستطيع أن نطمئن على الخمس محافظات في مرحلة التأمين الصحي. وبالفعل 516 وحدة سواء تابعة لحياة كريمة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هي العدد الذي تم الاتفاق عليه من خلال هيئة الرعاية والهيئة التأمين الصحي الشامل لضمان استكمال واكتمال المنظومة، منظومة الإحالة أو منظومة العلاج في التأمين الصحي الشامل.
وده بتكلفة تقديرية حوالي 30 مليار جنيه. إذا انتقلنا لتفاصيل المستشفيات والوحدات الصحية على سبيل المثال وليس الحصر، بنتكلم على مستشفى دمياط العام، مستشفى عزبة البرج المركزي، مستشفى أورام دمياط، مستشفى دمياط التخصصي، والمركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي، ده في مركز دمياط، في راس البر جراحات اليوم الواحد، في فرسكور وكفر سعد والزرقاء، كما تروا حضراتكم كل معرف باللون حسب إذا كان في الإعداد لمنظومة الاعتماد أو في طريق لمنشأ جديد وتم تخصيص الموازنات له أو تطوير ورفع كفاءة لمبنى قائم بالفعل. ولكن في النهاية عدد الأسرة المطلوبة لدخول محافظة دمياط إلى منظومة التأمين الصحي الشامل 1387 سرير بالإضافة إلى ما هو قائم. نموذج لجراحات اليوم الواحد برأس البر أو مستشفى دمياط العام أو فرسكور أو أورام دمياط، تكلفة تقديرية لمحافظة دمياط فقط استعداداً لمرحلة التأمين الصحي الشامل هي 11.3 مليار جنيه. إذا انتقلنا إلى محافظة كفر الشيخ بمراكزها المختلفة، سواء مركز كفر الشيخ لمستشفى كفر الشيخ العام الجديد أو مركز طب العيون أو مستشفى العبور أو أورام كفر الشيخ أو مركز الرياض أو الحمول أو بيلة أو البرولوس أو متوبس وفوة وسيدي سالم ودسوق وقلين وبلطيم، إجمالي عدد السكان في محافظة كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، يحتاجون إلى 3015 سرير إضافي يضاف من خلال سواء مستشفى قائمة أو مطورة أو منشأ جديد أو منشأ تحت المراجعة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. أيضاً التكلفة التقديرية في الثلاث أعوام المالية تقدر بأكثر من 10 مليار جنيه. أمثلة للمستشفيات بكافة تخصصاتها سواء تحتاج إلى تطوير أو تحتاج إلى إنشاء جديد أو إلى إعادة أو إلى اعتماد التصميمات. إذا انتقلنا إلى محافظة المنيا بعدد سكان 6.3 مليون نسمة في عام 2024، أيضا نخطط إلى العشر سنوات القادمة في الزيادة السكانية المتوقعة، وتكلفة محافظة المنيا لرفع كفاءة أو إنشاء جديد أو لاعتماد 31 مليار جنيه من خلال إضافة 162 وحدة رعاية أساسية ومركز طبي أو إضافة 4875 سرير في عدد 24 مستشفى. اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ده مش مجرد خطة نظرية، ولكن إحنا بنتكلم على تم العرض على الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، وتم العرض أيضاً على وزارة التخطيط لتدبير الالتزامات المالية المطلوبة خلال السنوات القليلة القادمة. ولكن ما أطرحه على حضراتكم هو أن هناك خطة ميدانية واقعية على كل منشأ ويخدم خدمات صحية في كل المحافظات الجمهورية، ليس فقط على مستشفيات أو محافظات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وإن شاء الله يعني هاجي في سياق العرض على التطرق إلى ماذا عن المحافظات الأخرى التي خارج نظام أو التي لا يصل إليها دور منظومة التأمين الصحي الشامل. مركز المنيا، مجمع طبي المنيا ومستشفى التأمين الصحي وأورام المنيا والعدوى ومغاغة وبني مزار، مستشفى الشيخ فضل ومستشفى بني مزار الجديدة ومركز المراكز الطبية المختلفة، مطاي وصملوط وأبو قرقاص وملاوي ودير مواس، إجمالي عدد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها أو عدد الأسرة المطلوب إضافتها 4875 سرير، وتقرب التكلفة كما ذكرت ما يقرب من أكثر من 30 مليار جنيه لمحافظة المنيا. وهي تعتبر التحدي الأكبر في المرحلة الثانية والمرحلة الأولى، بما أن مرحلة المنيا من أول محافظة ذات الأعداد الكبيرة، وبالتالي المحك الحقيقي والتحدي الحقيقي لتطبيق المنظومة في أول محافظات الصعيد وهي محافظة المنيا، وتباعا إن شاء الله في كافة المحافظات. محافظة مطروح أيضا عدد المستشفيات أو عدد الأسرة المطلوب إضافتها حوالي 653 سرير و46 وحدة ومركز طبي
مثل طبعا يعني المستشفيات التي تحتاج الى تطوير شامل 3 مستشفيات، ومحتاجين مستشفى مطروح العام يبقى منشأ جديد، وجاري التفاوض على المكان المناسب لإنشاء مستشفى مطروح العام، وتكلفة تقديرية 6.1 مليار جنيه. هنا بنتكلم طبعا على التحدي الكبير في مستشفى مطروح العام ومركز القلب والقسطرة والنجيلة وسيدي براني والسلوم والضبعة والعالمين والحمام وسيوة. إجمالي طبعا العدد الأسرة المطلوب إضافتها 653 سرير إضافي يضاف إلى هذه المنظومة حتى نطمئن على محافظة مطروح أن تنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. محافظة شمال سيناء وهي المحافظة التي استقبلت الأشقاء المصابين والجرحى من غزة، وسوف نتعرض لهذا التحدي في سياق البيان المقدم إلى حضراتكم. هناك أيضا مستشفى العريش وبير العبد ورمانة والحسنة ونخل والشيخ زويد ورفح، بإضافة 587 سرير جديد، وذلك للحفاظ على معدلات الأسرة طبقا للمعدلات القائمة دون الانتقاص ودخول المنظومة إلى الاستكمال في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بتكلفة قربت من 5 مليار جنيه. واللي احنا حضراتكم بتشوفوه ده هي مستشفيات بالفعل تحت الإنشاء، وبالفعل يعني معدلات التنفيذ فيها ومتابعة من خلال إدارة المشروعات بالوزارة يعني متقدمة جدا، علشان نستطيع أن احنا الخمس محافظات يخشوا في خلال السنوات القليلة القادمة إلى انضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ماذا عن المراحل المستقبلية؟ وهذا سؤال هام أيضا. المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة لضم كافة محافظات الجمهورية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ولكن احنا لا نقف عند التطوير عند دخول المنظومة، لأن دخول المنظومة للمحافظة بيخضع إلى دراسات اكتوارية ضخمة جدا، ومن خلال مكاتب إقليمية ودولية متخصصة في هذا النوع من أنواع التقييم، حتى لا يتآكل الرصيد الخاص بدعم الغير قادرين. كما تعلمون حضراتكم منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة تكاملية يتمتع بها كافة أفراد الأسرة، بل كل من هو مصري مقيم على أرض مصر، وبالتالي التحدي الحقيقي ليس في الفئات التي تستطيع أن تتحمل الاشتراك سواء من خلال جهات عملها الحكومية أو جهات عملها الخاصة. التحدي الحقيقي هو تغطية الفئات الغير قادرة التي يمكن أن تصل إلى 40% من أعداد المجتمع المصري، وهو الذي يكون على عاتق الدولة بتغطية هؤلاء. ومن هنا كانت الخطة الخاصة بالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة طبقا لما هو تقدم به دولة رئيس مجلس الوزراء إلى مجلسكم الموقر في خطة الحكومة. ولكن نعمل بشكل متوازي على منظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية، والتطوير مستمر من خلال قطاعات وزارة الصحة في كل محافظات مصر دون الانتظار أو دون الاستعداد إلى أن تصل إلى هذه المحافظة التي يمكن أن تكون بعد عدد سنوات من 5 إلى 6 سنوات من اليوم. بنطور في أدائنا حتى لا ينتقص حق المواطن المصري من خدمات صحية في هذه المحافظة. إذا انتقلنا للمشروعات الخاصة بالبنية التحتية في القطاع الصحي، منذ 2014 إلى 2024 10 سنوات عملنا على 1219 مشروع في كل محافظات مصر بتكلفة تقدر ب 177 مليار جنيه. إذا قسمنا إلى مشاريع تلتزم بها الحكومة والدولة بالانتهاء منها في يناير 25، يعني أعني بعد 4 أشهر من الآن، فأتكلم عن 20 مشروع في 11 محافظة بتكلفة 10.7 مليار جنيه لإضافة 2648 سرير بين أسرة داخلية ورعاية عاجلة وحضانات وغسيل كلوي وغرف عناية مركزة وأيضا غرف عمليات. يمكن أن يكون هذا الكلام على عامته، ولكن أتطرق بعد إذن حضراتكم أيها السادات والسادة إلى التفاصيل الخاصة
بماذا تم وماذا سيتم استلامه في الأربعة أشهر القادمين في محافظة جنوب سيناء مستشفى النويبع المركزي والطور التخصصي التي بدأت بالفعل في استقبال الحالات منذ 1 سبتمبر. في الإسماعيلية مستشفى التل الكبير ومستشفى الأنطرة الشرق. في الغربية طنطا العام والصنطة المركزي. في البحيرة بدر المركزي، في الأليوبية العبور العام. ده أنا أتكلم هنا على التي قربت على الانتهاء في خلال الأربع أشهر القادمين. الأليوبية وسوهاج سألتا وجرجا، في إنا دشنة وبوتشت وقنا الجديدة، في المنيا العدوى وبني مزار، في أسيوط منفلوط المركزي وديروت المركزي، في أسوان كومومبو والسبعية، في الوادي الجديد مستشفى الدخلة. أربعة من العشرين مستشفى دول تم الانتهاء بنسبة 100%، زي مجمع الفيروز والأنطرة شرق وكومومبو وناجي حمادي. عشرة من العشرين نسبة التنفيذ من 90% لـ99%، زي السبعية وسقلتا والغرب وطنطا في الغربية والوادي الجديد وإنا والعدوى، كل المستشفيات الخاصة بالمرحلة التنفيذية المرتفعة. حتى ستة من العشرين مستشفى زي بدر والعبور وجرجا ودشنة وبني مزار وديروت، دول قرب على الانتهاء في خلال الأربع شهور القادمين. طبعا يبدو الأمور هنا بسيطة، ولكن كل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية فيها تحتاج إلى الفرش الطبي والغير طبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى أن تبدأ بالتشغيل كما كان مخطط لها وتقديم خدمات صحية. وهذا يتم ليس فقط في مراحل التأمين الصحي الشامل، ولكن يتم على كافة محافظات الجمهورية. عندنا مستشفيات عمرها 100 سنة و120 سنة و130 سنة. بدأنا في تبني فكرة المستشفيات القديمة التي تجاوز عمرها 50 سنة على مستوى الجمهورية. وأرسلنا فرق عمل من الهيئة المتخصصة بالمشروعات لتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمني حتى ولو كان على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره من هذه المستشفيات. كما تعلموا حضراتكم من 100 سنة و80 سنة هناك مستشفيات خارج نطاق الاعتماد، وبالتالي ساعات منشأ جديد يكون أقل تكلفة من رفع كفاءة منشأ عمره 70 و80 سنة. ونفس الشيء بنعمله في مكاتب الصحة التي تتعامل مع المواطنين بشكل يومي. وبدأنا بوضع نموذج نمطي كمرحلة أولى تنفذ في 22 مكتب صحة على مستوى الجمهورية لضمان هوية بصرية لكل ما هو يطلق عليه مكتب صحة. أمام حضراتكم على سبيل المثال وليس الحصر نموذج في محافظة جنوب سيناء، وهو مستشفى الطور ما أطلقنا عليه مجمع الفيروز الطبي. انتهينا من هذا الصرح لخدمة أهالينا في محافظة جنوب سيناء بالكامل. طبعا حضراتكم تعلموا أن هناك في نويبع وهناك في مستشفى في شرم الشيخ بالإضافة إلى المراكز الطبية، وأيضا في باقي قطاع المحافظة مثل رأس سدر. لكن هذا المجمع هو إضافة كبيرة لمدينة الطور والمدن اللي حولها. بدأنا بالفعل في التجهيز، ما ترونه صور من الواقع. بدأ التجريبي في الخدمات الصحية لأبناء محافظة جنوب سيناء في 1 سبتمبر. مستشفى الأنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية والتل الكبير بتكلفة 460 مليون جنيه و650 مليون جنيه. مستشفى ناجح حمادي في قنا 406 مليون جنيه. مستشفى قنا العام. مستشفى سؤلتا المركزي في محافظة سوهاج بتكلفة
قدرت ب 440 مليون جنيه. تاني حضرتك في هذا الرقم يمكن إضافة ضعفه لفرش وتجهيز هذه المستشفى بكل الإمكانيات الخاصة بالعلاجات الطبية والصحية لأهالينا في محافظات الصعيد ومحافظات سوهاج على سبيل التحديد. محافظات المنيا مستشفى العدوى المركزي 770 مليون جنيه. طبعا نحن على يعني احنا مع حضراتكم ومع كل السادة النواب الممثلين للقطاعات المختلفة والمراكز والدوائر المختلفة في الجمهورية، نحن على توافق أسبوعي بل ويومي في كثير من الأحوال لمتابعة دقيقة ورقابية، والحقيقة مساعدة أشهد لها أنا وزمايلي من كافة أعضاء المجلس الموقر، كل في مكانه وكل في محافظته في المعاونة إذا كان هناك بعض المشاكل في الصرف الصحي أو في الكهرباء أو التواصل مع محافظ الإقليم، يعني لا يتأخرون في دعمنا حتى يمكن أن نضيف هذه الخدمات بالشكل اللائق لمواطنينا في كافة محافظات الجمهورية. في أسيوط أنا تاني أنا حاطط بعض الأمثلة ليست للحصر ولكن فقط كمثال لبعض المستشفيات التي وصلت إلى مراحل متقدمة في العمل، وبنجهز في الفرش الطبي والغير طبي في الوقت الحالي، وطبعاً والعنصر البشري وهو العنصر الأساسي في كافة عمليات التشغيل. مستشفى ديروت المركزي، ماذا عن المستقبل؟ كما كان السؤال الذي وصل إلينا من السيد رئيس المجلس الموقر أن يكون الحديث عن الوضع القائم وكشف حساب للمئة يوم منذ تقدم الوزارة لمشروع الخطة ضمن برنامج الحكومة إلى المجلس الموقر ممثلاً في اللجنة التي تم تشكيلها في هذا السياق. وأيضاً حبينا نشارك حضراتكم ما هو المستقبل سنة 25 سنة 26 في خلال العام المالي القادم الذي أيضاً تم الانتهاء من كافة الدراسات. هناك 54 مشروع في 24 محافظة بتكلفة تقدر ب 60 مليار جنيه. يمكن وزارة الصحة والسكان من الوزارات التي تحظى باهتمام كبير من خلال الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع في تقديم خدمات صحية، وأيضاً لما هو مأمول منه فيما يخص الالتزام بالخطة المقدمة للمجلس الموقر والالتزام بالتوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل. المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات تحتاج إلى وقت حتى تنشأ وحتى تطور وحتى تفرش، وبالتالي إذا حبينا نلتزم بالمواعيد الزمنية لابد من يكون هناك خطة متفق عليها مع وزارة التخطيط ومع الحكومة بدعم كامل من الموازنة العامة للدولة. ولا يوجد ترشيد في قطاع الصحة، وأنا أكرر لا يوجد ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع مثله مثل أهمية قطاع التعليم في المرحلة القادمة. 54 مشروع يضيف 10500 سرير في 24 محافظة. ليه 24 محافظة؟ المحافظات اللي دخلت التأمين الصحي الشامل خلاص هي عندها خطة التطوير الخاصة بها. نحن معنيين بالمحافظات التي لم تعد بعد في نطاق التنفيذ في مرحلة التأمين الصحي الشامل. على سبيل المثال في محافظة القاهرة مستشفى بولاء أبو العلا، إضافة المعامل المركزية الجديدة في مدينة بدر، مدينة النيل الطبية وهو معهد ناصر العريق، مستشفى أوران دار السلام هرمل في مصر القديمة، بالإضافة إلى مستشفى حلوان العام. وانتهينا مع وزارة الأوقاف بالأرض والتخصيص وأوامر الإسناد للشركات. حلوان هامة جدا، مستشفى حلوان العام كانت يعني وصلت إلى مرحلة غير مرضية، وبالتالي إنشاء مستشفى حلوان الجديد هام جدا، تطوير مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية قصدي بمدينة نصر، وإنشاء المستشفى الجديد التي تم الانتهاء منها
في العاصمة الإدارية الجديدة وهي بالحال تحت تشغل الآن وتحت العمل. مستشفى بولاق الدكرور وأم المصريين في الجيزة، أشمون والشهداء وأورام منوف، يوسف الصديق والفيوم العام، الحمول ومطوبس والرياض في كفر الشيخ، شبين القناطر وطوخ، أورام طنطا والصنطة في الغربية، شربين المركزي في الدهلية، وحوش عيسى وأبو حمص والحسينية في أبو حمص في البحيرة، والحسينية في الشرقية هي وأبو كبير، وفرسكور في دمياط، وأبو صوير في الإسماعيلية. متوقع الانتهاء من هذه المشروعات خلال عام 25-26، طبعا مرورا بأسوان والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط والسويس ومطروح. إذن هناك رؤية واضحة للمستقبل فيما يخص إعداد البنية التحتية للقطاع الصحي، والتحدي الحقيقي أمام حضراتكم هو كيف نطور مستشفى هي بالفعل تعمل. يعني بنخش نطور مستشفى عايزين نرفع كفاءتها بأعمال إنشائية، ولكن المستشفى نقدرش نوقفها عن الخدمة. زي مستشفى من المصريين مثلا بتخدم حوالي 2-3 مليون مواطن، ومطالبين ان احنا نرفع كفايتها لانها تهلكت عبر الزمن. ازاي نقدر نعمل الكلام ده دون تعطيل العمل في العمل القائم بشكل يومي لعدم المساس بخدمة المواطنين في هذه المنطقة، وهكذا. مش بس كده، الحقيقة احنا كمان نقينا ان يكون هناك 10 مستشفيات نموذجية بنموذج نمطي مكونة من 200 سرير ننتهي منهم في سنة 27. أنا أكرر، أنا أسرد على حضراتكم الخطة المستقبلية لوزارة الصحة في تطوير البنية التحتية في قطاع الصحة في كافة محافظات الجمهورية. 20 مليار جنيه القيم المطلوبة. على سبيل المثال الخصوص في الأليوبية، المرج في القاهرة، القصية بأسيوط، كفر الدوار، طلخة بالداهلية، أبو حماد في الشرقية، إضافة عدد 1400 سرير بالإضافة إلى 500 سرير رعاية مركزة و250 حضانة بالإضافة إلى باقي الخدمات المطلوبة. متوقع الانتهاء من هذا المشروع الذي تم عرضه أيضاً على دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم العمل على توفير خلال السنوات المالية القادمة من موازنة عامة للدولة لإضافة هذه المستشفيات الهامة جداً للخدمة في كافة محافظات الجمهورية. اسمحوا لي أيها السيدات والسادة في هذا الجمع ومن خلال بيان وزارة الصحة والسكان أن أستعرض مع حضراتكم بعض المشاريع التي يطلق عليها مشاريع من المشاريع الكبيرة في قطاع الصحة. وعلى سبيل المثال مستشفى دار السلام هرمل، وهو مستشفى متخصص في علاج الأورام. الوضع الحالي قبل التطوير والوضع بعد التطوير، بعد تفعيل شراكة مع معهد من المعاهد المتطورة على مستوى العالم في علاج الأورام، وهو معهد جوستاف غوسي الفرنسي الذي يصل إلى رقم وتميز على مستوى أوروبا، بل يمكن أن يكون نمرة واحد ويمكن نمرة الثالث مركز من علاج الأورام على مستوى العالم لعلاج محدود الدخل وعلاج المرضى من وزارة الصحة المتمتعين بالتأمين الصحي أو قوائم الانتظار أو العلاج على نفقة الدولة. ولكن هذا هو مشروع كبير تبنته الدولة المصرية وتنفق عليه لتطويره وإنشاء مبنى جديد على كورنيش المعادي، متوقع الانتهاء منه خلال عام بداية عام 26، ويتم التوقيع مع المعهد الفرنسي لعلاج الأورام لفتح مقره من خلال هذه الشراكة في خلال الفترة القليلة القادمة إن شاء الله. أما في إنشاء المدن الطبية المتكاملة، وهو تكليف ووجهة من السيد الرئيس خاصة
بتبني إنشاء المدن الطبية الكبيرة والمتكاملة حتى تكون هناك ذراع لمنظومة التأمين الصحي الشامل أكبر من فكرة المستشفى التكاملي. وعلى سبيل المثال معهد ناصر الذي قد يصل بعد التطوير إلى تقريباً ضعف عدد الأسرة وضعف عدد العمليات وأيضاً الخدمات المتميزة والمتخصصة من خلال وجوده في مكان متميز على 37 فدان بتكلفة دون التجهيزات الطبية والغير طبية قد تصل إلى 8.5 مليار جنيه. وتم البدء في هذا المشروع منذ أكثر من عام، وكل معدلات التنفيذ متميزة جداً في هذا المشروع، وأدعو حضراتكم سواء من خلال لجنة الصحة بالمجلس الموقر أو من خلال السادة أعضاء مجلس النواب عن الدائرة لزيارة هذا الصرح الكبير الذي سيكون غطاء ويكون عنصر هام جدا في تقديم الخدمات الصحية المتميزة ليست فقط على محافظة القاهرة ولكن كما هو معتاد لمعهد ناصر تقديم على مستوى الجمهورية. طبعا المكان المتميز اللي موجود فيه معهد ناصر على كورنيش النيل، ومنذ تصديق سيادة الرئيس على الاهتمام بالمنشآت الطبية الكبيرة قد يصل إلى 1700 سرير هذا الصرح الطبي الضخم، وبدأ العمل فيه على قدم وساق، ووصلنا نسبة التنفيذ تجاوزت 30%، ويمكن أصعب ما هو في البناء في هذه المنطقة المجاورة إلى مياه النيل هو أعمال البناء وأعمال الأساسات لما له من طبيعة خاصة في هذه المنطقة في البناء والتأسيس. لكن ما ترونه أمام حضراتكم هي صورة من الواقع ممكن تكون يعني مر عليها أكثر من 3 أسابيع. يتطور العمل بشكل يومي للانتهاء من هذا المشروع خلال العامين القادمين إن شاء الله. بدأنا بالفعل في الانتهاء من سكن الأطباء والطبيبات والتمريض، ونقلة كبيرة في الاهتمام بالرعاية الاجتماعية لمقدمي الرعاية الصحية الذين هم عماد المنظومة الصحية سواء من خلال الدراسات العليا أو من خلال التكليف أو من خلال النظر إلى المقابل المادي فيما يخص بدلات العمل المختلفة. المبنى الرئيسي الذي متوقع أن يكون امتداد للمبنى القائم لتقديم كافة الخدمات الصحية لكثير من المترددين، يتردد على هذا المركز والمعهد ملايين من المواطنين من كافة أنحاء الجمهورية على مدار العام. متوقع بعد التطوير أن يكون هناك مضاعفة للخدمات الصحية المقدمة من هذا الصرح الطبي الكبير. بجوار هذا المكان هناك مبنى كان مخصص إلى فندق منذ نهاية التسعينات، تم الانتهاء من وضع تصور أن يكون هناك مستشفى تخصصي للأطفال. الصورة الأمام حضراتكم هي الواقع الحالي والصورة المتوقع بعد الانتهاء من مستشفى النيل التخصصي للأطفال التي يمكن أن تكون تغطى كافة تخصصات الأطفال بشكل دقيق وبشكل يسمح بعلاج الأمراض النادرة، أمراض الوراثية وأيضاً الأمراض الغير سارية والأمراض المتعلقة بالأطفال من قبل متخصصين محليين وعالميين من المصريين المتواجدين في كافة أنحاء العالم. قد نصل إلى 300 سرير ب20 غرفة عمليات متخصصة للأطفال مع أسرة عزل أيضاً متخصصة في حديثي الولادات أو الأطفال من الأحجام الصغيرة والسنوات الصغيرة. مدينة طبية أخرى جديدة وهي مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، المتوقع إنشائها طبقاً لتكليف
سيادة الرئيس في طريق العين السخنة أمام العاصمة الإدارية الجديدة كمجموعة 18 معهد متخصص في كافة الأمور الطبية بعدد 4200 سرير. ده ثالث أكبر مدينة طبية على مستوى العالم، وتجمع في طياتها 18 معهد من كافة التخصصات الطبية حتى تكون عنصر أساسي في الخدمات الصحية المتخصصة مثل معهد الكلى، معهد السكر، معهد الجهاز الهضمي، طبعاً معهد القلب، ومعاهد خاصة بالأورام المختلفة، جهاز الحركي والعصبي والتأهيل، معاهد خاصة ببحوث العيون والأوعية الدموية والأمراض الجلدية وجراحات القلب والصدر، كافة التخصصات في هذا. وقد تم التوجيه من سيادة الرئيس على البدء في وضع التصاميم العالمية لهذه المدينة الطبية التي ستنافس بل تتفوق على كثير من المدن الطبية على مستوى العالم. ونمتلك من المهرة الأطباء، ونمتلك من القوى البشرية، ونمتلك من الاحتياج إلى تشغيل هذه المدينة لتكون العنصر الداعم والأساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات مصر. بالإضافة إلى جامعة أهلية للعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية خلال هذه المدينة، بدأنا بالفعل في إعطاء بعض الشركات العالمية للتنافس لوضع التصميم الخاص بمدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية حتى نستطيع أن يتم الاختيار طبقا للبرنامج الوظيفي الذي وضع من قبل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان والمتخصصين في هذا المجال على مستوى الخبراء المصريين في الخارج والداخل حتى نضع التصاميم الهندسية التي تفيد مستقبل الطب في مصر في السنوات القادمة إن شاء الله. عماد الصحة العامة هو الصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة المجتمعية. إذا اختل أياً من هؤلاء الأعمدة لا يعتبر الإنسان صحيح. ومن هنا كان الاهتمام في وزارة الصحة والسكان بقطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان. من خلال المستشفيات التي تقدم رعاية صحية ورعاية للإدمان وهي ليست بالقدر الكافي وعلي أن أعترف بهذا، والاحتياج إلى التوسع في هذه المستشفيات نتيجة التخصص الدقيق للعاملين بها هو تحدي كبير لوزارة الصحة والسكان. بدأت في العمل على التعاون مع وزارات التعليم العالي للتوسع في المتخصصين في علاج الإدمان والصحة النفسية، وهذا تحدي موجود في كثير من العالم الحقيقة في هذا التخصص النادر، وهذا التخصص الذي يحتاجه العالم كله بشكل كبير في المرحلة الأخيرة. ولكن التوسع في مستشفيات قائمة أو مستشفيات جديدة تحت الإنشاء أو مستشفيات وضعنا الخطة لأنها تنضم إلى المنظومة في المرحلة القادمة. لكن هناك نشاط من الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة سواء للفحص النفسي للمقبلين على الزواج أو التعامل مع العنف الموجه للأسرة والمرأة أو الرعاية الأولية والتشخيص لعلاج الألزهايمر والاضطرابات الخاصة بالاضطرابات المعرفية، وأيضاً بعض المبادرات الخاصة بإدمان المخدرات وإدمان الألعاب الإلكترونية وطيف التوحد، الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد. ومن خلال الخط الساخن عفوا نستطيع ان احنا الحقيقه بنعمل للتوسع في هذه الخدمات وتيسيرها على المواطنين
على أكبر قدر ممكن. وقد تم أيضا التوجيه بعد العرض على سيادة الرئيس أن يكون هناك مجمع للصحة النفسية. تم الاختيار المبدئي أن يكون في منطقة العالمين الجديدة جنوب الطريق، وتم إطلاق مشروع سكينة للصحة النفسية بإضافة 950 سرير على مساحة 76 فدان بتكلفة تقدر بستة مليار جنيه، حتى يكون هناك مكان لائق لاستقبال ومساعدة الاضطرابات النفسية وأيضا العلاج الأدمان الذي يختلف يوما بعد يوم من الأنواع التي تؤدي إلى الإدمان. هذا المكان الحقيقة يعني بالإضافة إلى التوسع داخل المحافظات الجمهورية هيحل مشاكل كثيرة، لأن المشاكل الخاصة بالصحة النفسية بيعانوا منها القادر والغير قادر. وأتصور أن جزء كبير من التأثير المجتمعي للظواهر المجتمعية العالمية وفي مصر واحدة منها، هي جزء كبير منها هو عدم وجود مساعدة حقيقية للصحة النفسية للمواطنين. إذا انتقلنا لجزء أساسي آخر وهو البرنامج الرئيسي الخاص بإتاحة خدمات الرعاية الأساسية، يمكن أنا اتكلمت على قطاع الرعاية العلاجية كمستشفيات، لكن هناك أيضا قطاع أنا في نظري لا يقل أهمية وإن كان يمكن يكون أهم، وهو قطاع الرعاية الأساسية. بالنسبة لحضراتكم، هذا القطاع يمثل وحدات الرعاية الأساسية اللي موجودة في كل المحافظات الجمهورية، اللي هي بتقدم خدمات على مدار اليوم للرعاية الأساسية. طبعا هذا المستهدف الميزانية المتوقعة حوالي 75 مليار جنيه، لأن احنا بنتكلم على حوالي 5426 وحدة رعاية أولية أو أساسية على مستوى الجمهورية. وحضراتكم يمكن بتشوفوا من خلال مشروع حياة كريمة واحد أو حياة كريمة اثنين إن كثير من التحديات في وحدات الرعاية الأساسية، وأنا متفق مع حضراتكم، فيها مشكلة في التشغيل. يمكن الوحدة موجودة مجهزة، ولكن التشغيل دايما بنلاقي فيه تحدي. بدأنا بالفعل بوضع كثير من الخطط لدعم عملية التشغيل في الوحدات لتقديم الدعم الصحي لكل المحافظات من خلال أماكنها وتوزيعها على مستوى الجمهورية. لكن أيضا من ضمن التطوير في الرعاية الأساسية هو مراكز وميكنة معظم المنشآت وإضافة وتطوير الإجراءات الخاصة بالتطعيم، بالصحة النفسية، بالمبادرات الرئاسية، بقطاع السكان وتنمية الأسرة، وكثير من المبادرات التي تجرى من خلال الرعاية الأساسية. وبالتالي ميكنة الرعاية الأساسية وتطويرها وتشغيلها هو عنصر أساسي لوزارة الصحة والسكان في المستقبل. وحضراتكم بتتابعوا معانا كل في مكانه، إذا بنقدر إن احنا طبعاً نتحدى عملية التشغيل بيؤثر بشكل إيجابي جداً تطوير وحدات الرعاية الأساسية. يكفي أن نقول إن من ضمن البرنامج الفرع الأول وهو التحقق من خدمات الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، ومن الأخبار السعيدة التي يعني ستعلم من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو انخفاض معدل الإنجاب الكلي في مصر من 2.8 سنة 21 إلى 2.5، وده لم نصل إلى هذا الرقم في تاريخ مصر. وللتبسيط، معدل الإنجاب هو أن كل سيدة معدل إنجابها في المرحلة العمرية القادرة على الإنجاب فيها كام طفل. احنا كنا في أزمنة متعاقبة بنوصل إلى 4 و5
طفل لكل سيدة. أحسن معدلات وصلنا ليها كان 3 طفل لكل سيدة. بدأنا منذ طبقنا المشروع القومي لمجلس القومي للسكان والرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، بدأنا في التركيز على ملف القضية السكانية اللي هو دائم الاهتمام من حضراتكم لأن هي قضية مصر، ووصلنا إلى معدلات نتمنى التحسن أكثر من هذا وهو 2.5 طفل لكل سيدة، والمستهدف هو 2.1 طفل لكل سيدة خلال السنوات الست القادمة، وده معدل نستطيع إن شاء الله أن احنا نصل إليه سواء من خلال حملات التوعية أو القوافل الخاصة بالصحة الإنجابية أو دعم عيادات الأسرة في وحدات الرعاية الأساسية، التوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول. ونحن لا نتكلم عن أعداد ولكن نتكلم على خصائص سكانية. وأقف هنا عندما نتكلم على قضية مصر كمواطن وكمسؤول عن التنمية البشرية، التنمية البشرية والمواطن هو محور الرعاية للدولة المصرية، وبالتالي إذا تم تعليمه جيداً، إذا تم رعايته صحياً واجتماعياً ووظيفياً جيداً، أصبح مواطن فاعل في المجتمع وأصبح مواطن ينمي ويفيد في التنمية الاقتصادية. والعكس صحيح تماماً، المواطن الذي لا يتعلم ويكون جاهلاً أو لا يحصل على قدر معين من التعليم يحتاج إلى دعم من الدولة، يحتاج إلى دعم من الأسرة، وبالتالي لا يوجد له قوة اقتصادية يمكن أن تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة. اشتغلنا أيضاً على تحديث المرافق العامة في كل محافظات الجمهورية بإضافة خدمات جديدة يمكن ما كانتش موجودة قبل كده في هذه الأماكن زي جراحات القلب المفتوح مثلاً. يعني لما نعمل جراحات قلب مفتوح في مستشفيات زي طمية المركزي في الزقازيق أو الزقازيق العام أنا آسف أو شبرا أو عين شمس العام، كل دي ما كانش بيجرى فيها عمليات قلب مفتوح. وبالتالي فتح نماذج جديدة من خدمات صحية هي بالأكيد بتفيد المواطنين وتقلل من حجم المعاناة للمواطن المصري في محافظات مصر الكبيرة. في نفس التوقيت بنطور خدمات الغسيلة الكلى في مصر، وهي مسؤولية وزارة الصحة لما يقرب من 59 ل 60,000 مواطن بيجروا عمليات غسيل الكلى سنوياً في مصر، ويضاف ليهم معدلات 10% ل 12% زيادة سنوية. كل ده بيتم من خلال مراكز الغسيل الكلوي في المنتشر على مستوى الجمهورية، وأيضاً تطوير وزيادة أعداد الأسرة الرعاية المركزة والحضانات ورفع الكفاءة التشغيلية لكثير من المستشفيات. التحديات كثيرة طبعاً. في الفترة الأخيرة كان هناك تحدي خاص بتوفير المستلزمات الضرورية والأساسية وأيضاً الأدوية اللازمة، ولكن مع مرورنا بأزمات طويلة وتحديات يمكن عالمية لم يتوقف العلاج في مصر في أي مستشفى من المستشفيات. يمكن أن تأخر بسيطاً بعض الإجراءات التي يمكن الانتظار، ولكن كل الإجراءات الطارئة الضرورية كانت الدولة الحقيقة متمثلة في الحكومة والبنك المركزي بيوفروا جافة الدعم، ونحمد الله الآن يعني تم التوفر والرجوع إلى ما كنا عليه قبل الأزمات التي مرت بنا. في الاهتمام بمراكز الأورام والحضانات والرعايات والقلب المفتوح حقيقة انخفض متوسط عدد حالات الانتظار رعايات، ويمكن حضراتكم دايما بيلجأوا ليكم المواطن لإيجاد سرير رعاية أو حضانة، واحنا اشتغلنا على التوسع في القوى البشرية وعلى توسع في زيادة عدد الحضانات وعدد الرعايات على مستوى الجمهورية سواء من خلال وزارة الصحة أو التعاقدات مع القطاع الخاص.
وقدرنا الحقيقة ان احنا نصل من ان نسب معدلات الانتظار كانت 450 وساعات 700 حالة في اليوم على مستوى الجمهورية، وصلنا الى 150 حالة على مستوى الجمهورية بالكامل يوميا متوسط انتظار لسرير رعاية او حضانة. وده الحقيقة يعني نموذج مهم جدا ان احنا نقلل من فترات الانتظار على قدر المستطاع حتى نستطيع ان احنا نؤدي الخدمة الطارئة بشكل سريع. ايضا توسعنا في الخدمات والاجهزة المعنية بدعم المستشفيات لتقديم خدمات طبية عالية الجودة من خلال ايضا البرنامج الفرعي الاول. كل ده بنشتغل على نطاق العلاجي، لكن حقيقة الطب لا يتقدم فقط بالانتظار للمريض ثم علاج المريض بعد أن يصل إلى المستشفى. المنظومات العالمية معنية بالكشف المبكر والوقاية من الأمراض، وده اللي الدولة الحقيقة تبنته من خلال مبادرات الصحة العامة أو المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وأيضا من خلال المبادرات الخاصة بقوائم الانتظار التي بدأت في 2018، واستطعنا من 11 إجراء أن نصل إلى 2.4 مليون مواطن في جراحات دقيقة تأثرنا في قوائم الانتظار في الفترة الماضية نتيجة بعض الضيق في توفر بعض المستلزمات، ولكن عدنا إلى المعدلات التي بدأنا بها خلال الأعوام السابقة. 20 مليار جنيه تم صرفهم لحد دلوقتي على جراحات دقيقة بالفعل، يتم التواصل مع المريض تليفونيا ويتم توجيه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء عمليات دقيقة بالمجان على كل محافظات الجمهورية. عفوا. فيما يخص العلاج على نفقة الدولة، هقول لحضراتكم فقط في خلال من 1/7 ل 4/10، يعني أقل أو تقريبا 3 شهور، في 3 شهور بس أصدرنا 1,013,000 قرار استفاد به 1,000,000 مواطن بتكلفة فقط في ال4 شهور 7.3 مليار جنيه. إذا قسنا بنفس القدر ده التكلفة على مدار السنة، إذا كان كل 3 شهور 7 مليار، يبقى احنا بنتكلم على تكلفة قاربة ما على 30 مليار جنيه سنويا فقط لقرارات نفقة الدولة اللي بيستفاد بيها في كل التخصصات كل المواطنين وأيضا بالمجان. التخصصات المختلفة طبعا الموزعة على اللجان المعنية بإصدار القرارات. إذن أنتقل إلى الخدمات الوقائية، وهو أيضا قطاع عريض في وزارة الصحة يمكن أن يكون غير معلوم لحضراتكم بشكل كبير، ولكن له مستهدفات تم التقدم بها في خطة الحكومة، وأيضا له مستقبل للوقاية من الأمراض سواء من خلال خفض نسبة الإصابة بأمراض معينة مثل الجزام في 27، وهذا مستهدف ومؤشر وعندنا المعايير لقياس هذا المؤشر، أو الحفاظ مصر خالية من الفلاريا المزمنة والليشمانيا، أو القضاء على مرض الملاريا. وأزف لحضراتكم خبر أيضا أن تم التواصل من خلال رئيس منظمة الصحة العالمية أنه هو وقع بالفعل خلو مصر من مرض الملاريا، وسيتم تسليم هذا الإشهاد كما استلمناه في القضاء على فيروس سي خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهذا أيضا يحسب على لقطاع الطب الوقائي، لأنها هذا ليست بقليل أن تستطيع أن تقضي على مرض وينتهي من الخريطة المرضية في مصر. مرض التراكوما في 27، الفيروس بي أو التهاب الكبد الوبائي به للأطفال أقل من 5 سنوات على سنة 27، والاحتفاظ بما حققناه في فيروس سي، وأيضا التعامل مع فيروس نقص المناعة المكتسب، وكافة الأمور الخاصة بالأمراض الوبائية المختلفة، مع التوسع في التطعيم سواء في مرحلة سنة ونص اللي بيستفاد به 9 مليون مواطن، أو في مرحلة السن المدرسي لحد 5 سنوات اللي بيستفاد به حوالي 2.5 مليون مواطن، أو أكثر 2 مليون جرعة لأكثر من ملايين المواطنين،
ولكن ده المعلن، لكن الحقيقة احنا قطاع هذا القطاع ايضا معني بالرقابة على الأغذية والرقابة على المياه والرقابة على الصرف الصحي والرقابة على النفايات الطبية والرقابة على الهواء، وهذا يمكن ليس معلوم على العامة وايضا على حضراتكم ان قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان يجري عمليات يومية من الاختبارات للتأكد من سلامة مياه الشرب عند خروجها من محطات المياه ومحطات التحلية وعند وجودها في الشبكات داخل المنازل، أعداد كبيرة جدا من الرقابة على كل الملوثات وعلى أيضا عينات الصرف الصحي للاطمئنان على صحة المواطنين، وهذه أيضا لها عوامل مباشرة للصحة العامة، وذلك من خلال برامج مميكنة للترصد للأمراض المعدية سواء على من خلال المنافذ الجمهورية المختلفة أو من خلال ترصد داخل نظم الترصد الداخلية داخل المستشفيات. وهذا نموذج من النماذج الخاصة بالترصد، والحقيقة بنشتغل في نفس التوقيت على تحسين مؤشرات الصحة العامة بخطط قومية خاصة بالمكافحة المضادات الميكروبية اللي هي الانتي ميكروبال ريزيستنس للحد من سوء استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تكون الوباء القادم الذي متوقع أن يودي بحياة 10 مليون مواطن عالمياً على حدود 2050. تبنت وزارة الصحة من خلال قطاع الطب الوقائي أن يكون هناك مستهدف لترشيد استخدام المضادات الميكروبات، المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات الأخرى. وفي هذا الصدد لابد من اعتماد دولي واعتماد محلي لكافة الإجراءات الخاصة بالمعامل المستخدمة في وزارة الصحة، وأيضا بننتهي الآن من مشروع المعامل المركزية الجديد بمدينة بدر، متوقع أن يفتح في الربع الأول من سنة 25، وهو نقلة حضارية لكافة المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لما له من تقنيات حديثة جدا في كافة التحاليل الطبية والغير طبية. والأمام حضراتكم هي صورة من الواقع، يعني هذه المشاريع قربت على الانتهاء وتم بالفعل العقود التجهيزات من كبرى الشركات العالمية الخاصة بتجهيز المعامل على مستوى العالم. متوقع بالربع الأول من عام 25 سوف نبدأ العمل به بدلاً للمعامل المركزية في وسط العاصمة. أربعتاشر مبادرة رئاسية لتحسين الصحة العامة معنية بحياة الفرد منذ البداية أو منذ النشأ، منذ الولادة بل قبل الولادة إلى ما شاء الرحمن، استفاد بها 94 مليون مواطن ل 170 مليون خدمة، وبتقدم في 3500 وحدة صحية من 5400 اللي أنا قلت لحضراتكم عليها. طبعا كل المراحل العمرية مغطاة في هذه المبادرات، ومش بس كده، احنا الحقيقة من كل فترة بنزود من المبادرات لأن دي بتستهدف الحقيقة فكرة الكشف المبكر والعمل على وقاية من الأمراض قبل حدوثها. وكثير من دول العالم توقف إنشاء مستشفيات جديدة عندما اهتمت بالوقاية، وبالتالي عدد المستشفيات وعدد الأسرة أصبح يعني يكفي عند الاهتمام بصحة المواطن بالتثقيف وبالكشف المبكر والإجراءات الصحة العامة قبل أن يصل إلى مرحلة المرض. بدأنا في بعض المبادرات الجديدة زي طفل التوحد ومكافحة الإدمان وأيضاً للدعم النفسي وكبار السن. بنعمل أيضاً في مبادرات خاصة بالصحة العامة، ومن خلال مواقع إلكترونية ومن خلال تواجدنا على خطوط للتواصل مع المجتمع بنستطيع الحقيقة أن احنا نصل إلى جموع المواطنين بكثير من الإنجازات أو الخدمات التي يمكن أن تفيد. وده طبعاً استحسن بشكل كبير جداً التقييم العالمي لقطاع وزارة الصحة والسكان،
من خلال المؤسسات المعنية بتقييم الأداء. وحصلنا مؤخراً على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية، وحصلنا أيضاً على اختيار مصر كمقر للوكالة العربية للدواء بعد موافقة مجلس وزراء الصحة العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجماعة الدول العربية، وهذا إنجاز كبير في تنسيق قطاع الدواء وتكامل الدواء بين الدول العربية بعضها وبعض. الخطة المستقبلية كما وعدت حضراتكم أننا لن أكتفي بما تم أو ما يتم، ولكن ماذا سوف يكون من الصحة العامة؟ يمكن أن يكون هناك بعد الانتهاء من فيروس سي وحماية أكباد المصريين هناك خطر آخر، وهو الكبد الدهني، وهو لا يقل أهمية. وهناك مبادرة بدأنا بالفعل فيها في الكشف المبكر وعلاج الكبد الدهني، وأيضاً العناية بمرض السكري من النوع الأول عند الأطفال، والوقاية من روماتيزم القلب عند الأطفال، وأيضاً الأمراض الخاصة السكتة الدماغية. عشان نعمل الكلام ده ونبقى غير مرتبط بشخص، حطينا الاستراتيجية الوطنية للصحة كنموذج وكاستراتيجية يتم التوافق عليها ويتم مناقشتها من كل الجهات ويتم إجراء حوار مجتمعي عليها. بدأنا بالفعل في أكثر من جلسة ومستمرين مع المجلس الموقر حتى ننتهي من الخطة التنفيذية وتعلن خلال المؤتمر القادم في نهاية هذا الشهر بإذن الله. أما عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وكنت أقول لسيادتكم أن هناك بعض التحسن في المؤشرات، وهذه المؤشرات انعكست على انخفاض أعداد المواليد بحوالي 149,000، ودي نسبة 6.8 بمقارنة بأعداد المواليد اللي تمت في مصر في نفس العام 22. وده يعتبر نجاح لأن المواليد بيزيدوا أو أعداد السكان بتزيد، فبالتالي كنا ننزل عن أعداد المواليد من عام لمضى، يبقى ده تحقيق لنجاح للخطة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية. وبالتالي انعكس ده على الزيادة الطبيعية للسكان بنسبة 8% مقارنة بعام 22. معدل الزيادة الطبيعية 1.4. للتبسيط، الفرق ما بين المواليد والوفيات هي الزيادة الطبيعية للسكان. مصر بتزيد سنوياً 1.4، لكن هناك 2 مليون مولود سنوياً بينضافوا للأعداد. لو خصمنا عدد المواليد من عدد الوفيات ده ما يطلق عليه معدل الزيادة الطبيعية، برضو وصلنا ل 1.4، ده رقم لم نصل إليه منذ زمن طويل. الزيادة السكانية وليست المواليد 250,000 كل 72 يوم، 3,472 كل 24 ساعة، 144.7 كل ساعة، 2.4 كل دقيقة. تاني ده إذا خصمنا عدد الوفيات من عدد المواليد، يعني واحد نسمة كل 25 ثانية. التحسن اللي تم الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت مبشر ومشجع على الاستمرار في الإجراءات. أمام حضراتكم خريطة مصر في المعدلات الإنجاب منذ سنة 60، كان 6.8، يعني كل سيدة في المتوسط أثناء مرحلة الإنجاب تستطيع أن تنجب 6.8 فرد أو طفل. حضراتكم تقدروا تشوفوا أن عبر تاريخ مصر من سنة 60 منذ بداية القضية السكانية لم نصل لما تم إعلانه من خلال الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء أخيراً، نحن نصل إلى 2.5 طفل كمعدل إنجاب في للسيدة في عمر الإنجاب من 15 ل 49 سنة. ده ما كانش سهل، وكان مجهود كبير جداً اشتغلت فيه قطاعات الدولة كلها، لكن الحقيقة مش ده المستهدف. احنا نستطيع ان نصل الى مستهدف افضل من كده، وتاني ليس عددا، ولكن هذا للحفاظ على تماسك الاسره المصريه وعلى التنميه البشريه الحقيقيه المتمثله في تعليم وفي صحه
وفي تضامن وفي وظيفة وفي كل ما تعني من رفاهية للإنسان. هذا هو المستهدف، أن نصل إلى معدل الإنجاب الكلي إلى معدل الإحلال وهو 2.1. لكن طبعاً عشان نصل لكده هناك كثير من التفاصيل لابد من العمل عليها، وهي معدلات الأمية ومعدلات التمكين للمرأة ومعدلات الخاصة بالإعالة الكلية والمعدل الخاصة بالكثافة السكانية وتوزيعها على مستوى الجمهورية. يعني هناك أمور كثيرة تتحكم في المؤشرات الخاصة بالتنمية الصحية أو التنمية السكانية، منها العمل على عمالة الأطفال، وأيضاً العمل على الحاجة الغير ملباة عن طريق تواجد الأطباء في أماكنهم والمشورة، وأيضاً التوقف عن استخدام الوسائل القليلة المفعول، وده كله الحقيقة من خلال الخطة التنفيذية للسكان والوطن. هناك أيضاً محاور، يعني سيكون هناك وقت كافي للتعامل من خلال اللجان المعنية بالصحة لمجلس النواب الموقر، وهي ما هي الخطوات التنفيذية وما هي معدلات ومؤشرات الأداء التي يمكن متابعتها من خلال المجلس الموقر على عشان نصل إلى الأهداف الاستراتيجية الوطنية، سواء من خلال تغطية الأطباء للحاجة الغير ملباة، أو أيضاً للعمل على توسع في وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية وكثير من التفاصيل، وأيضاً تفعيل مبادرة الألف يوم الذهبية من محاورها المختلفة التي بدأنا بالفعل في محافظات وحققت نتائج مبهرة في كثير من المحافظات، والتي منها معدل أو خفض معدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال حديث الولادة، وبدأنا بالفعل في التطبيق والتوسع في هذا المحور الهام وهو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل طبق للمعايير العالمية. في مجال الصحة الرقمية ومجال التحول الرقمي، وهذا أيضا كان من التوجه الذي تم تقدمه للمجلس الموقر، بدأنا بالفعل في التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالعلاج وتحليل البيانات الصحية المختلفة، سواء 100 مليون صحة أو البرنامج الخاص بالفايل المريض المرقمن وكل الخدمات المقدمة بشكل هناك في ميكنة، وتطبيقات الأنظمة وتحليل البيانات من خلال استخدام خاصيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لأن طبعاً نمتلك من البيانات الضخمة جداً من خلال المسوحات التي تمت في كثير من المبادرات الرئاسية، ما يتيح لنا أن نحلل هذه البيانات ونستنتج منها بعض النتائج التي نبني عليها كثير من القرارات للصحة العامة وأيضاً منظومة التأمين الصحي الشامل. مقدم للمجلس الموقر مشاريع قوانين ولوائح، نشكر سيادة الرئيس والجهات التشريعية بالمجلس الموقر ولجنة الصحة واللجنة التشريعية على مراجعة القوانين التي تمت بالفعل، ونتطلع في خلال هذه دورة الانعقاد الحالي أن يتم الانتهاء من بعض القوانين، مثل قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وأيضا قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وقوانين إضافة بعض اللوائح الخاصة بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأيضا في مجلس النواب فيما يخص مكافحة الجزام، وأيضا مشاريع خاصة بتنظيم الإعلان عن الخدمات الصحية اللي هو هيبقى له دور كبير جدا بتنظيم عملية عشوائية الإعلان عن الخدمات الطبية في الوسائل المختلفة، وأيضا تنظيم المراكز الطبية المتخصصة وتقنيات الطبية على الإنجاب، مشروع جديد مقدم حاليا في مجلس في وزارة العدل استعدادا للإرسال إلى المجلس الموقر. في مجال الحوكمة وقطاع هام جدا بقيادة أيضا قطاع عريض في الوزارة،
خاص بالمرور والزيارات الميدانية في كافة المنشآت للتأكد بحسن العمل أو تلقي البلاغ والتعامل مع البلاغات بشكل سريع في كل محافظات الجمهورية، وأيضاً المرور الميداني على كافة الجهات المقدمة للخدمات لمحاولة إصلاح بيئة العمل حتى نكون داعمين لكل مقدمي الخدمات الصحية. الحقيقة وإحنا بنشتغل ما سلمناش من بعض المفاجآت وبعض المتغيرات الوبائية اللي تعاملنا معها، سواء من خلال بعض الحالات في 22 عن حمى الدنج أو جدر القرود أو أمراض المنقولة عبر الغذاء في دول الجوار. وكانت هنا الحقيقة النظم الصحية والحجر الصحي على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري والتصدي لكل أحداث الصحة العامة التي يضمن احتوائها وعدم انتشارها، وخصوصاً نحن محاطين بمناطق نزاعات تنتشر في مناطق النزاعات كثير من الأمراض المنقولة، ولا بد أن نكون على قدر من الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الصحة العامة والمجتمعية من خلال أجهزة الوزارة المختلفة. هذا هو النتس أو النظام المعني بالترصد التفاعلي اللحظي المرتبط بكافة مستشفيات الجمهورية للإبلاغ وسرعة التعامل مع أي حالة وبائية أو حالة فيها حتى اشتباه وبائي، سواء من خلال الحجر الصحي للمسافرين في كافة المنافذ أو من خلال منظومة للتوعية للقائمين على العمل داخل الوزارة، أو من خلال أيضاً منظومات لتوعية المواطنين بكافة الإجراءات. ومر 365 يوم على العدوان الذي تم على أشقائنا في فلسطين، وخلال 365 يوم اشتغلت وزارة الصحة بتكليف من سيادة الرئيس ومتابعة من الحكومة على توفير الرعاية للجرحى والمصابين والنازعين من أماكن النزاع، زي ما عملناها قبلها بأقل من سنة في السودان. والحقيقة ده يعني دعم كبير للأشقاء ودور مهم لمصر، ولكن أيضاً تحدي كبير الدولة المصرية كعادتها في الأزمات وفي الاحتياج تبنته. والحقيقة وزارة الصحة كأحد أزرع الدولة الكثيرة التي عملت في هذا المجال من خلال توفير 1600 سرير لأشقائنا، أو حوالي 39,000 من التمريض و35,000 طبيب، وكثير من المستلزمات والمستهلكات التي تمت في غرفة الأزمة المختلفة لاستقبال حوالي 1900 حافلة بإجمالي حوالي 90,000 عابر للحدود عبر معبر رفح تم مناظرتهم، وتم تطعيم من هم أقل من 10 سنوات. ده بخلاف الجرحى والمصابين اللي كانوا بيصلوا إلى 40 أو 50 حالة في اليوم من 365 يوم. حضراتكم تقدروا تقيموا، لا يوجد دولة في العالم إلا من خلال مصر، حتى المساعدات اللي احنا أرسلنا لدول الشقيقة بعض الحالات لاستقبالها كان أيضاً بعد استقبالهم في مصر فترات معينة قدرنا نتعاون، لكن كنا بنصل إلى 100 و120 حالة في اليوم بنتعامل معهم في كل التخصصات، التي قد تصل في بعض الأحوال إلى 10 أو 12 عملية جراحية ب 12 متخصص يعملوا مع الطفل أو مع المصاب في نفس التوقيت. ولكن يعني أشهد أمام حضراتكم أن ما تم من الدولة المصرية عامة ومن وزارة الصحة خاصة بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية في الدولة هو نموذج ليس بغريب على الدولة المصرية وليس بغريب على المجلس الموقر ودعمه في كل المراحل اللي احنا اتكلمنا عنها. ألفين ميتين ستة وعشرين عملية، 66 عملية جراحية معقدة، مساعدة في سفر حوالي 1885 حالة للخارج مع أشقائنا لاستقبال الحالات. استقبلنا أكثر من 2300 مرافق ولازلنا. استخدمنا بأطقم طبية في كل التخصصات.
حالات قاسية جدا، لكن بطولات كبيرة من أطقم طبية مصرية من مقدمي الرعاية الصحية في كافة التخصصات، وبينهم التمريض وحتى الرعاية النفسية اللي تمت لهؤلاء الجرحى والمصابين. حتى حالات الأورام للأطفال والكبار والأمراض المزمنة تم استقبالها في المستشفيات المصرية وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم بجانب أشقائهم من المصريين. وأيضاً الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم بتكليف من سيادة الرئيس، 28 طفل كانوا في حالة مرضية متأخرة وتم استقبالهم من خلال الجهات المعنية التي سهلت وصولهم إلى المعابر المصرية، ثم تولينا العناية بهم من خلال كافة أجهزة وزارة الصحة مع أجهزة الدولة المختلفة. وزارة الصحة والسكان في تعاونها الدائم مع السادة أعضاء مجلس الشيوخ ونيوب سيادة الرئيس استجبنا ل 10,356 طلب من 12,000 طلب، بنتابع 1,744. شكرا. طلبات الإحاطة أيضا تعاملنا مع معظم الطلبات ونفس الحكاية بالنسبة للأسئلة. كنا دائما على تواصل أسبوعي ويومي مع المجلس الموقر ولا نزال، ونتطلع إلى التعاون مستقبلا بنفس القدر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بشكر سيادتك فندم على حسن الاستماع وآسف على الإطالة. شكرا جزيلا. توجه بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور خالد عبد الغفار.